هل في اي موانع لاجراء اي جراحات او عمليات تداخليه او مناظير او غيره من الحاجات للمريض المتعايش مع الاتش اي في؟ الحقيقه ده السؤال اللي احنا بنتساله كل يوم. من واقع شغلي يعني كمسؤول عن فرق مكافحه العدوى بمشاركه مع زملائي طبعا في قصر العيني، كل يوم بنتسال هذا السؤال. عندي مريض عنده اتش اي في هيعمل جراحه، المريض هيعمل قسطره، المريض هيعمل سيده هتقوم بالولاده، عندنا في حد هيعمل اي شيء تداخلي زي المنظار. الحقيقه انه علميا مفيش اي طلبات اضافيه علشان خاطر اعمل هذه الاجراءات للمريض بتاعي، اكتر من انه احنا نشدد على الساده مقدمين الخدمه الصحيه ان احنا نلتزم فعلا بالاجراءات بتاعه الامان والسلامه المهنيه بتاعتنا، يعني نلبس اللبس المخصص للجراحه بتاعتي، البس الجلافز بشكل سليم، اتعامل مع الالات الجراحيه بشكل سليم، اتعامل مع الابر والادوات الحاده بشكل سليم. اذا كنت انا بتبع التوصيات الحقيقيه لمكافحه العدوى، وطبعا اتباع هذه التوصيات كمان في امور التعقيم والسلامه داخل المنشاه اللي بشتغل فيها، ده يخلينا ما فيش عندنا اي تخوف تماما من التعامل مع اي مريض متعايش مع الاتش اي في. بالعكس، ده انا لما بكون عارف ان المريض متعايش مع الاتش اي في ده بيديني امان اكتر، واذا كان هذا المريض بيتعامل او بياخد الادويه بتاعته فانا ببقى عارف انه احتماليه نقل العدوى منه قليله، واذا كنت انا عارف بتعامل بشكل سليم وباخد الاحتياطات اللازمه بتاعتي اللي هي المفروض تكون موجوده طول الوقت. والحقيقه لازم نضيف لده انه الاتش اي في تحديدا يتميز بانه حتى لو حصل اي شكل من اشكال التعرض للدم او التعرض للاصابه من المريض المتعايش اثناء عمل اي شيء تداخلي او جراحي لمقدم الخدمه الصحيه او للفريق الطبي، ان يعني احنا عندنا دلوقتي موجود ادويه ثابت فعاليتها انها لو تم اخذها سريعا في خلال 72 ساعه، وطبعا كل ما كان بدري كل ما كان احسن، تقدر تقي الشخص دوت من ان هو يجي له العدوى او يصاب بالمرض ده اذا فعلا كان في فرصه ان هو يحصل له اصابه او يحصل له مشكله. وده متوافر عندنا الحقيقه في كل المستشفيات، وفي الاكسس دي موجود بسهوله جدا. عشان كده دايما بنقول ان دي فرصه ان احنا نؤكد على كل زملائنا كل مقدمي الخدمه الصحيه، ما تخافش من مريض الاتش اي في، تعامل معاه بشكل سليم، قدم له الخدمه الصحيه لو محتاجها، شجعه ان هو يبقى عنده فرصه يبقى انجيجد ومتداخل معانا في المجتمع وفي الاماكن العاديه للحصول على الخدمه الصحيه. ده هيحمي حضرتك، ده هيحمي المجتمع كله من خطر انتشار الاصابه، وهيحمي المريض طبعا من اي مشكله. ودايما احنا بنقول احنا مشكلتنا مع المرض وليس مع المريض، احنا دورنا حمايه المريض والحفاظ عليه من اي وصمه او تمييز. شكرا.